الفنانة سمية الخشاب في اتهام ليكي في الوسط بالغرور، تفسري ده بإيه؟ ده سؤال قديم جدا وبطل، بيكتبوه في بطل؟ بطل خلاص، يعني عايزين حاجة يعني جديدة. في أسئلة بتبطل زي الهدوم كده ما وزي خلاص بقى، اي حد يقول لك يتهموك بالغرور، يا تتهم بما، ما خلاص بقى بطل، عايزين الجديد بقى. ما بيحصلش انك بتفبركي احداث في الجرايد عشان تلفت النظر، مثلا تعملي فرقعه، تعملي حاجه، ما تطبخي اسئله حدش مع يعرف صحفي؟ يطبخ حاجة مع صحفي، الصحفيين بيكتبوا اللي هم عايزين يكتبوه، ما حدش ينفع يقول لصحفي اكتب كذا، ما تصدقش اللي يقول لك الكلام ده. طب ما ليه اكتر فنانه بيتقال عليها الكلام ده، انك بتفبركي بتطبخي ليه؟ ولا قريتها، أصدق انا ملتزمه جدا، بجيب الجرايد دايما وبقرا، ما حدش كتب كده عني. انت بتقرا الكلام ده فين؟ الكلام ده موجود في مواقع كتير على النت وموجود يلا في هاتوا، جرايد. هات الجرايد فين؟ لا على النت، كان جرايد لازم ايه؟ تجيبه معاك كماده عشان تفاجئني بيه. طب ليه الاتهام؟ اشمعنى انت يعني؟ يعني في حد مستقصدك؟ في ايه؟ انت مستقصدني؟ انا مستقصدك ليه؟ بالعكس انا لا مش بحبك على فكره، انت نجمه كبيره، انا بحبك. اديك قلت نجمه كبيره، اللي بتقول بقى نجمه صف تالت. انا رايي انك نجمه كبيره، سجل له انا الكلام، بنقل لك وجهه نظر سجل له. الجمهور. لا انا رايي الشخصي الجمهور ما طبعا بيقولش كده، الجمهور بيحبني جدا وانا بقدر حبه جدا، والناس بتحبني قوي بيحبك، بس بعد الصفين الاولانيين. يا عم. انا كنت زيرو، مش هقول لك صفين. ومين ابتدى كبير؟ ما حدش ابتدى كنت كبير، زيرو بقيتي ايه؟ الحمد لله بقيت ممثلة الناس بتحبها جدا. مش هقول لك نجمة، لان الناس هي اللي بتنجم، الناس هي اللي تقول انت نجم. اعطني وش عندك يلا قول. تحب نتكلم على حاجة مثلا نقولها، في ان في تجربة مثلا عالمية هتعمليها، حاجة زي كده؟ لا لا لا، مش محتاجة تجربة. مفيش دلوقتي. مش عايزة تتكلمي في حاجة زي كده، سر مخبية يعني، خايفة من الحسد؟ انا عندي اخبار. انت خايفة من الحسد؟ عندك اخبار عن ايه؟ عن موضوع الفيلم العالمي ده؟ لا والله ما فيش ولا افلام عالمية ولا بتاع، انا بحب الوطن العربي كده. انا مبسوطة راضية، كفاية جمهور مصر والوطن العربي، كفاية انا هنهب. ابقى عالمية اعمل ايه بالعالمية؟ ازاي يعني؟ يعني عمر الشريف عمل ايه بالعالمية؟ ماشي اوكي، بس يعني انا مش طموحاتي ان ابقى عالمية، يعني انا بمثل. طب يلا ماشي نرجع عشان انا نسجل عايزة كده. اكمل كلامي. هو في ايه؟ احنا كنا في فاصل، هو طول البرنامج فاصل؟ احنا كنا دلوقتي في فاصل. طيب يلا اتفضل افصل. ما انا بقول وان تسجل، انا عايز المعك. يلا خلاص. ريتو وان النجمة سمية الخشاب. يا خبر ابيض عليك، من رياكشن ال كده لكده، لا مش ممكن والله. ايه يا مو برافو، ما لازم ابقى مبتسم في وشك عشان اشجعك تتكلمي بصراحة. انه وان يعني ازاي؟ يلا يلا. القميص ضيق عشان كده نفسك مكتوم. طب انت بتفهمي في الازياء بقى. يلا يلا 3 2 1. الجمهور بيمثل لك ايه؟ بتضحك مش فاضيه يا بتضحك. انت مش شايف نفسك يا جماعه، هتقولوا مرايه بس. ما هو مش مهم الاوت كاميرا يعني، مش مهم ده، المهم ان انا ابقى مبتسم في وشك. انه فجاه كده ازاي بتعملها؟ لازم الواحد يبتدي يأهل نفسه كده، ده لان احنا نعرف. بس ما عايزين نحافظ على ايقاع الحلقه. انت بتوقعي ايقاع الحلقه غالبا. ده موبايل سمية. افلاق وحياتها ربنا، افلاق غريب. موبايلك؟ اه عيب قوي. سوري سير، بس انا قفلته والله. ازاي ما اتقفلش؟ حد ممكن من هنا فاتح الموبايل؟ حد من هنا فين؟ مفيش حد هنا. امال انتوا برنامج شكله مقالب، فانا فين التليفون؟ ندور على التليفون؟ ماما بسجل برنامج، اقفلي اكلمك اما اخلص. يلا بقى. والله قفلته غريب. خلاص اقفلي بجد يا سمية بقى. سوري يا جماعه معلش. يلا لو سمحت. يلا انت مجهد جدا. يلا يلا مستحملينه ازاي كل الايام دي؟ ربنا يكون في عونكم. يلا يا سمية، انا على الاقل على الاقل ما وقفتش البرنامج، موبايلي مقفول. هيذلني بقى عشان موبايلي رن. انت ممثله محترفه يعني، المفروض الموبايل ما يبقاش مفتوح. عادي جدا، تحصل في احسن المسلسلات. كنتش احب ان ده يحصل في برنامج يا سمية. يلا يلا يلا، انت اللي وقفتيني على فكره. طب يلا 3 2 1 يلا. عطني وش عندك يلا قول. سمية الجمهور في الشارع بيمثل لك ايه؟ النجاح. هما النجاح. بتهتمي قوي برأي الجمهور؟ طبعا. بيقلقك؟ طبعا.
طيب احنا في تقرير عملناه في الشارع، تعالي نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. يلا. بقول لسمية وخشاب اني بتهتمي اكتر بالميك اب وما بتهتميش بدورها كويس. مرة بتغني، مرة بترقص، مرة فنانة، ما تفهمش. فعاوزين نعرف هي ايه بالظبط يعني. بالنسبة لسمية الخشاب انا ما ادري هل هي عرضت ازياء ولا مقدمة اغراء كذا. دي ما تصلح الا حطوا موديل، يمكن في موديل، يمكن تصلح في موديل. والله انا وجهه نظري للفنانه سمية الخشاب ان هي ممثله تلفزيون اكتر ما هي ممثله سينما. وفي حاجه تانية ان انا يعني محتار لها اذا كانت هي مغنيه او ممثله او مصممه ازياء او رقاصه. اعطني وش عندك يلا قول. طب والجمهور ده، الجمهور الوطن العربي؟ انا بحترم جمهور الوطن العربي على راسي من فوق. اه بس ما بيقولوش كده عني. طب ليه الناس مش حاسه بهويتك؟ مش حاسه انك؟ وبعدين في حاجه، الناس احنا كوطن عربي الناس حساسه جدا وعندها ذوق، عمرهم ما بيشتموا في حد. وده مش شتيمه، ده بالك لو حد هم بيحبوه وبيحسوا ان هو منهم. انت عايزاني سميه يعني عايزاني مثلا لما في حد ينقد سميه او خايف عليها؟ بالعكس، ما بتنقد كتير، ما بيهدلوني في الجرايد وبيقولوا نقد. يعني انت معترفه اهوت ان هم بيبهدلوكي في طبعاً الجرايد؟ طبعا. ايه المشكله؟ ومين ما تبهدلش من الفنانين في الجرايد؟ كويس. ما انا بسالك من شويه عن 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 ان انت صف اول ولا صف ثاني ولا صف ثالث، قلت لي صف اول. ما بيكتبوا ان شاء الله صف عاشر، يكتبوا كومبارس عادي جدا. ما يقولوا، مهم الناس بتحبني. طب الكلام ده ليه يعني ليه ما خدتوش بهزار زي ما انت حاسه كده دلوقتي يعني في الجرايد؟ ما بردش. ليه؟ لانه كل واحد حر في رايه، اللي يقول رايه يقول. ما بترديش يعني ما يهمكيش راي الصحافه؟ مش ما يهمنيش، وجهات نظر. مش انت برنامجك اسمه وجهه نظر؟ وجهات نظر. كل واحد حر في رايه. ما تقدرش انت تحجر على راي حد. عشان كده لجأت انك تطبخي اخبار مع ناس، تطلعي اشاعات. عمري ما طبخت اخبار مع ناس، وعمري ما طلعت اشاعه على نفسي. اطلع اشاعات على نفسي ليه؟ مش من مصلحتي. عشان تتلمعي يعني، عشان تبقى حاجه كويسه. مش من النوع ده انا. يمكن في ناس كده، يمكن او ما فيش، ما اعرفش. يمكن مش من النوع ده دلوقتي، لكن اكيد في مرحله الانتشار عملتي كده. خالص والله، ولا في مرحله الانتشار ولا دلوقتي. عمري ما فبركت خبر، ولا دايما كنت اتفاجئ وبايه اللي بيكتبوه ده وازاي، ومرات كنت اتضايق. بس وصلت المرحله. خلاص اجابتك وصلتنا. اوكي. ايه ده؟ واضح انك شخصيه عنيده. ايوه. واضح انك شخصيه عنيده ومش عايزه تصدقي غير نفسك. انا مش فاهمه. واضح انك شخصيه عنيده. ايوه. وما بتصدقيش غير نفسك. تاخد قلمين احسن. عطني وش عندك يلا قول. ده كل اللي بتقوله غلط من اول البرنامج، كله غلط. مفيش حد كل اللي بيقوله غلط، كله لازم يكون مصلحتك. وداخل شمال ورافع حواجبك وعمال تضايق في الاولاد، الناس المحترمين دول، وزعلتهم ومخليهم مكشرين كابتهم. علاقتك بالنقاد والصحفيين اخبارها ايه؟ بص، ليه بيقولوا انها متوتره يعني؟ لا مش متوتره، هو لما بلاقي حد متعمد يضايقني كل شويه فبتجاهله. خلاص يقول بقى مع نفسه. حتى لو معاه حق؟ ممكن يكون ده الوحيد اللي بيحبك وعايز مصلحتك. في نقاد كتبوا الكلام ده، سامح صيام، علي فرج، في ناس كتبوا الكلام ده. بس ما تقوليش الناس بتقول. لا، دي اراء فرديه. انا وافقك لما تقولي اراء فرديه، ماشي. ما كل قاعده لها شواذ. طب ردك ايه؟ تقولي إيه؟ مثلا مصر كلها بتكرهك، ما ينفعش. لا ما قلتليش مصر بتكرهك. انا ما ينفعش حد يصدقك. انا عايز الناس تصدقك انت. انا ما قلتليش مصر بتكرهك. خلاص يعني اقول لك مثلا ناقد ابراهيم محمد سعيد، كويس، قال ان سمية الخشاب تصلح لادوار الاغراء. خلاص، حلو، ما غلطش. ده ما يضايقنيش. هو ادوار الاغراء دي حاجه وحشه؟ طيب. يعني الناقد عمرو زكي قال ان سمية الخشاب اتجهت الفتره الاخيره للغنى بعد فشلها في الازياء وفي التمثيل. هو حر بقى، وانا فاشله؟ انت جايبني ليه لما انا فاشله؟ عمرك ما هتجيبني في برنامجك. انت اكيد بتجيب النجوم. انا جايبك عشان تعرفي اخطاء المتلمعين. في ناقد في مجله الازياء محمد بركات قال ان الازياء اللي انت صممتيها كلها خلاص ذوقها الستينات والخمسينات والاربعينات. مش ممكن محمد بركات يكتب كده عني. ليه؟ لانه هو شكر في الدفلي، شكر في عرض الازياء اكتر واحد.